فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: في إندونيسيا نعتمد المذهب الشافعي في الفقه، فهل يلزم الطالب أن يلتزم المذهب أم له اختيار مذهب فقهي آخر؟ نعم، مذهب الإمام الشافعي ومن المذاهب المعتمدة. الإمام الشافعي قد أثر عنه تلك الكلمة العظيمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وبالتالي فالإمام الشافعي له مذهب مقرر وله فقه معتمد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالذي أنصحكم به أن تعتمدوا المذهب الشافعي في التدريس، فتقومون بتعليم الفقه على مذهب الإمام الشافعي، ولا يمنعكم هذا من الإشارة إلى الخلافات الفقهية في التدريس والمقارنة وتعويد الناس على المقارنة بين الأقوال، لأن المعول عليه أن يعمل الإنسان بالكتاب والسنة، ففي باب الفتوى وفي باب العمل يعمل الإنسان بما ترجح لديه في تلك المسألة بناء على أدلة الكتاب والسنة. وأما في التعليم والتدريس فالذي أشير به عليكم أن تعتمدوا كتب علماء وفقهاء الشافعية.